مالنا مليح دينار فنعم إلا له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قلنا أهل السنة والجماعة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يعطلونه. هذا المتن الجديد. سبق وقد شرحنا رؤية الله عز وجل واستواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وذكرنا كذلك حديث النزول، وبينا أن كل ما ذكرناه هو يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. اليوم نعرف على القواعد التي من خلالها نفهم أن أهل السنة والجماعة لا يحرفون نصوص الكتاب والسنة. قلنا أهل السنة والجماعة يعتقدون الاعتقاد الجازم الذي لا ريب فيه أنه لا يجوز تحريف النصوص عن مدلولها. ما معنى التحريف؟ التحريف هو الإمالة، إمالة القلم، إمالة الكلام. ما معنى إمالة الكلام؟ هذا ما ذكره الراغب رحمه الله في كتابه ألفاظ القرآن الكريم، أن يكون الحرف له وجهين، أن يحمل الحرف على وجهين، هذا هو معنى التحريف. المقصود به الإمالة. لكن العلماء رحمهم الله لما ذكروا وبيّنوا ما معنى التحريف، بعضهم قال اصطلاحا، لأن هناك ماذا؟ هناك لغة وهناك اصطلاحا عند العلماء، علماء العقيدة حينما تكلموا قصدوا بذلك التأويل. أنا لما ذكرت في المتن ولا يحرفون الكلم عن مواضعه دلت على هذا آية من كتاب الله عز وجل، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، يحرفون الكلم عن بعض مواضعه كما قال الله عز وجل في آية أخرى. إذن هذا ماذا؟ تحريف الكلام. حتى قال عبد الله بن عباس أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون إليه، حتى كان عليه الصلاة والسلام يظن أنهم يأخذون بما يقول، ولكن كانوا إذا ذهبوا من عنده حرفوا وبدلوا وغيروا ذلك الكلام. إذن هذا هو المقصود بتحريف الكلام. العلماء الذين يحرفون النصوص لا يقولون نحن محرفة، لأنهم لو قالوا نحن محرفة لما سمع لهم أحد، لما قال أحدهم أنه محرف لا تجد، وإنما يقولون نحن من أهل التأويل. والتأويل عنده عدة معان، مثلا التحريف. التحريف لا يقع إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول إما يقع من شخص جاهل، جاهل مثلا لا يحسن قراءة كلام الله عز وجل، يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. اللاهي هنا لم يقرأ القراءة الصحيحة، لأنه مد في حرف لا يجوز أن تمد فيه، لأن الله هو الذي يلعب. إذن هذا لا يقع إلا من جهل. مثلا
العلماء يقولون لا يجوز الصلاة من وراء الذي يحرف. مثلا أنت لو قرأ بنا شخص الحمد لله رب العالمين، هو المشهور الحمد لله رب العالمين صح؟ لكن لو قرأ بنا شخص الحمد لله رب العالمين، هو هذا تحريف. لكن هذا مع أن هذه القراءة سليمة وصحيحة عند العلماء، لكن هي قراءة من القراءات الحمد لله أو الحمد لله، ولكن غالبا هذا لا يقع إلا من لا يعرف مثلا كلام الله عز وجل، يتكلم بذلك بجهل. هذا يجوز أن تصلي من ورائه، إذا قال الحمد لله رب العالمين يجوز، لأن هذه القراءة واردة وصحيحة. لكن لو قال مثلا شخص صلى بنا وقال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تبطل من ورائه الصلاة ولا تجوز. إذن هذا ماذا؟ هذا تحريف لفظي، هذا تحريف لفظي، ولا يقع إلا من جاهل أو ربما شخص يخطئ. لكن هناك التحريف المعنوي، هذا هو الذي بيت القصيد. التحريف المعنوي أن مثلا الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يأتي شخص ويقول المراد بالاستواء الاستيلاء، هذا ماذا؟ هذا تحريف معنوي. الله عز وجل قال يد الله فوق أيديهم، فهو يقول المراد باليد والمقصود بها القدرة أو النعمة، هذا كذلك تحريف معنوي. لو يأتي شخص ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول، ينزل أمره أو الملك أو رحمته، فكل هذا ماذا؟ تحريف معنوي. إذن المحرف لا يقولون نحن محرف، لا يقولون نحن نحرف كلام الله، وإنما قالوا نحن مؤولة، أهل تأويل. والتأويل عنده عدة معاني في كتاب الله، سأذكر ذلك إن شاء الله. طيب، قال الله عز وجل في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هناك في كلام الله عز وجل المحكم والمتشابه. المحكم هي النصوص المحكمة التي لا يجهلها أحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول أن القرآن لأربع، القرآن لأربع، هناك من القرآن لا يعلمه إلا الله، هذا من المتشابه، علمه لا يعرفه أحد إلا الله جل وعلا. الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني، هناك من كلام الله عز وجل ومن كتاب الله علم لا يعلمه إلا العلماء، بحكم أنهم علماء أخذوا هذا العلم خلف عن سلف، فهم يعلمون ماذا؟ تفسير تأويل كلام الله عز وجل. وهناك ألفاظ من كتاب الله لا يعلمها إلا العرب، لأنه نزل بلسانهم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك العرب هم الذين يفهمون المعاني، ما كانوا يحتاجون إلى تفسير كما هو حالنا اليوم. كان لما ينزل القرآن تجد الصحابة مباشرة يمتثلون أمر الله عز وجل، ولا يوجد بينهم خلاف ولا مشاكل ولا شيء من هذا، ولا اختلفوا في العقيدة قط، وإنما كان الاختلاف في أمور العبادة والاجتهاد التي قد اجتهدوا فيها الصحابة حسب ما فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النوع الرابع هو لمن؟ هو الذي لا يجهله أحد، هو ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أم عليك. هذا لا يجهل.
يجهلها أحد. قل هو الله أحد، هل يجهلها أحد؟ لا يجهلها أحد. أقم الصلاة، هل يجهلها أحد؟ لا تزني، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، هذه النصوص لا يجهلها أحد. فبالتالي هذه النصوص هي ماذا؟ إقامة الحجة على جميع الناس وعلى جميع من يقرأ كلام الله عز وجل. ولذلك قال القرآن لأربعة. فالقرآن هناك، أنت أيها المسلم لا تحتاج مثلا في فهم. أقيموا الصلاة، هل تذهب العالم وتقول له هل أمر الله عز وجل بالصلاة؟ الله أمرك أن تفهم هذا، لكن أنت قد تحتاج إلى أن تذهب إلى العالم لاستفساره كيف السنن، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي مثلا نواقض الوضوء، هذه الأشياء التي قد يجهلها أي شخص. لكن فيما يخص الأمور الأخرى فهي واضحة في كتاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أم عليك أو عليك. طيب، إذا من خلال هذا ماذا نقول؟ نقول أن هؤلاء المحرفة لم يقولوا بأنهم من أهل التحريف، لأن التحريف مذموم. إذا قال لك شخص أنا أحرف كلام الله تقول أعوذ بالله منك، ولا تجد أبدا من يقول لك أنه يحرف كلام الله، وإنما يسمي نفسه بالمؤول أو بالمفسر، ولكن غالبا هم يقولون نحن أهل تأويل. طيب، ما معنى التأويل؟ الراسخون في العلم الله عز وجل مدحهم في قراءة أنهم يعلمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالعلماء عندهم علم بما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولذلك مدحهم الله عز وجل في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه من أعظم شهادة لأهل العلم، لأنهم ماذا؟ شاهد الله سبحانه وتعالى جعلهم شهداء مع الملائكة. لكن حينما نتكلم على أهل العلم سنبين في يوم من الأيام أقسام العلماء، حتى نفرق بين علماء الأمة وعلماء الدول وعلماء الحكومات وعلماء، هذه عندها تفصيل. طيب، إذا ما معنى التأويل؟ التأويل في اللغة هو من الأول، هو من رجوع الشيء إلى الأول. ولذلك كما قال الراغب من المؤول، بمعنى الرجوع إلى أصل الشيء. لكن هناك من يقول التأويل بمعنى التفسير والتقدير والتدبير، فسرت الشيء أو دبرت الشيء أو قدرت الشيء. إذن هذا من الجانب اللغوي، التأويل هو التقدير والتفسير والتدبير. طيب، التأويل العلماء رحمهم الله قسموه إلى ثلاث أقسام، أو يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول هو التفسير، المعنى الأول هو التفسير. مثلا ابن جرير الطبري من كبار علماء التفسير إذا قال تأويل هذه الآية بمعنى تفسير هذه الآية، لا فرق عنده بين التفسير والتأويل. ولذلك يقول ذهب بعض المؤولة إلى كذا وكذا بمعنى علماء التفسير. هذا كان اصطلاحا عند الأوائل قبل ظهور التحريف. إذن المقصود به الأول عند أهل العلم ماذا؟ التفسير. ولذلك تقرأ مثلا ابن جرير الطبري أو ابن كثير أو ربما القرطبي أو ابن عطية وغيرهم، يعني إذا قرأت في التفسير يقول لك تأويل هذه الآية كذا وكذا بمعنى تفسيره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو مآل الشيء،
مآل الشيء أو ما يؤول إليه الشيء. منه يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ يوسف عليه السلام ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن هو رأى الرؤيا ثم بعد 40 سنة تحققت الرؤيا. أنظرتم؟ إذن آل الأمر ما رآه يوسف عليه السلام وهو صغير بعد مدة طويلة رأى عليه السلام أن الرؤية تحققت لما دخل أبويه ومعهم كل العائلة وسجدوا إليه. في ذلك الوقت كان السجود، بعض العلماء قالوا سجود تحية وبعض العلماء يعني فيه هل السجود كان يجوز في الأمم التي كانت من قبلنا؟ يعني هناك خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا هذا مجرد سجود ماذا تحية وليس حقيقة، ولكن هو على الحقيقة ومنسوخ عندنا، ومنسوخ عندنا. طيب يعني في شريعتنا. إذن ماذا هذا؟ ما يقول إليه الأمر؟ عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، الحديث البخاري، يتأول القرآن لما نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فكان يقول في سجوده وركوعه سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر. قالت كان يتأول القرآن. إذن هذا هو المقصود بالتأويل، يعني فسر القرآن إلى فعل كما أمره الله جل وعلا. يعني لما الله عز وجل أمره فاستغفره إنه كان توابا، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر، والحديث البخاري. إذن هذا يبين ما معنى التأويل. بقي التعريف الثالث. التعريف الثالث ما معنى التأويل؟ ينقسم إلى قسمين، تأويل محمود وتأويل مذموم. التأويل المحمود وتأويل المذموم. التأويل المحمود عنده حكم، والتأويل المذموم هو التحريف، هو التحريف الذي أنا بصدد أن أبين أنه باطل ولا يجوز الأخذ به أبدا. طيب إذن المقصود بالتأويل العلماء قسموه إلى قسمين، فالأول هو ماذا؟ هو التأويل المحمود. التأويل المحمود هو الذي المفسر أو الإمام أو الشيخ أو العالم أو الداعية أو ما إلى ذلك يفسر الشيء سواء من كتاب الله أو بسنة رسول الله بدليل من كتاب أو سنة، بدليل من كتاب أو سنة أو قرينة شرعية أجمع عليها من الصحابة رضي الله عنهم. مثلا إذا قرأنا مثلا قول الله عز وجل أتى أمر الله، أتى أمر الله، أتى فعل ماضي، أمر الله المقصود بها ماذا؟ الساعة. هل أتى أمر الله؟ هل أتت الساعة؟ لم تأتي ولا أتت؟ لم تأتي بعد. كيف نؤول القرآن؟ كيف نفسر القرآن هنا؟ أتى أمر الله وأمر الله لم يأتي؟ نقول في الآية فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا، كلمة فلا تستعجلوه هذه اللفظة دلت على أن أمر الله لم يأتي بعد ولكن سوف. إذن فسرنا الآية بالآية ذاتها بنص، فتأويل هذا أن أمر الله لم يأتي فسرناه بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت حينما تفسر النص بالنص هذا المجمع عليه بين العلماء، مثلا من يريد أن يفسر القرآن الكريم كما قال الحافظ ابن كثير وابن تيمية وغيرهم من العلماء أن أول شيء أن تفسر القرآن بالقرآن، أول شيء
هو تفسير النص بالنص، لأن ما أجمله الله عز وجل هنا بينه هنا. مثلا قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه الآية ظاهرها كل أعمى يكون في النار، صح؟ لا يوجد دليل غير ذلك. لكن هناك آية أخرى، لا لا تعمى الأبصار ولكن التي في الصدور. إذن هذه الآية فسرت المقصود بالعمي هنا من عمى الله بصيرته وليس بصره، فهذا الذي يكون في النار. أنظرتم؟ إذن القرآن يفسر بماذا؟ بالقرآن. هذا تأويل القرآن يفسر بالقرآن. إذا لم تجد آية تفسرها بآية ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير النص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالتبليغ، وقال الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ الوحي، السنة وحي. فأنت إذن تلجأ إلى تأويل القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أمرنا الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أمر. كيف عرفنا الصلاة؟ من الذي عرف لنا الصلاة كيف نصلي؟ السنة، السنة هي التي شرحت لنا كيف نصلي وأوقات الصلاة وماذا تفعل، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، لا صلاة إلا بوضوء وما إلى ذلك من العبادات. أين ذكرت قمص الصلوات في القرآن؟ في قوله تعالى أقم الصلاة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. العلماء يقولون مذكورة في هذه الآية. طيب إذن أين أنا كنت؟ تفسير القرآن بالسنة. نعم، إذن تفسير القرآن بالسنة. مثلا قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك هو صيام، ها؟ لكن في الشارع الحكيم هو الذي بيّن لنا ماذا؟ بيّن لنا كيف نصوم، أننا نمسك عن الطعام والأكل والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها. إذن السنة هي الشارعة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال العلماء إذا أعياك ولم تجد حديث يشرح القرآن فترجع إلى أقوال الصحابة، أقوال علماء الصحابة رضي الله عنهم. ثم اختلفوا في التابعين هل يؤخذ بقول التابعين أم لا، أخذوا على قولين. لأن حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لما سئل عن التابعين قال إذا جاء النص من الله عز وجل أو من رسوله أو من الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، أما إذا جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وإن كان إمام أبو حنيفة كان من التابعين، واختلف العلماء هل هو من التابعين أم لا، لأن التابعي من هو التابعي؟ هو من رأى الصحابي مؤمنا برسول الله ومات على ذلك. لأن هناك من رأى الصحابي ولم يكن مؤمن، هذا لا يسمى تابعي. تابعي يعني الضابط عند العلماء أنه من رأى الصحابي وهو كان مؤمنا برسول الله ومات على الإيمان برسول الله، مات على الإسلام. مثل ما أن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات وهو مؤمن به. إذن هذا صحابي وهذا تابعي. وكذلك أنك تعود إلى لغة العرب، لأن الحقائق يعني هناك
هناك الألفاظ الشرعية وهناك الألفاظ اللغوية وهناك الألفاظ العرفية. ما عرفه الشارع هو الذي نحن نعمل به، والزيادة في المعنى هي الزيادة في المبنى كما يقال. بمعنى مثلا اللفظة الشرعية، اللفظة الشرعية مثلا الصلاة، اللفظة اللغوية الصلاة. الصلاة في اللغة عند العرب هي الدعاء، دعاء، هذه اللفظة المقصود بها الدعاء. طيب اللفظة الشرعية ما معنى الصلاة؟ من بداية التكبير الإحرام إلى ماذا؟ إلى التسليم. إذن هذه اللفظة لفظة ماذا؟ شرعية. إذا عرفت هذا يكفيك، لا تحتاج أن تعود وتعلم أن أصل لفظة مثلا الصلاة الدعاء. لماذا؟ لأن هذا تعريف لغوي وهذا تعريف شرعي. أنت أيها المسلم يجب عليك ما عرفه الشارع، ما عرفه الشارع، فهذا هو الأصل الذي تأخذ به. ما عدا هذا لا بأس أن تأخذ بالألفاظ الخاصة بلغة العرب. أما ما عرف مثلا الإيمان، كلمة الإيمان عند العرب ماذا؟ تصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا. طيب المقصود بالإيمان هنا التصديق، لكن الإيمان عند العرف الشرعي ما هو الإيمان؟ هو قول وعمل واعتقاد. إذا خلا جزء من هذه الأجزاء هذا لا يسمى إيمان شرعا، لأن الإيمان لا يكون إلا بهذه الحقائق الثلاث: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وبعضهم يعني يقول الأفضل أن نقول قول باللسان وتصديق بالجنان وتصديق بالقلب، لأن القلب يصدق ويعمل كذلك، عنده القلب عنده عمل، إخلاص، إخلاص، التقوى، الزهد، الورع، الاستقامة، الإخبات، يعني أشياء هذه كلها ماذا؟ تدخل في عمل القلب. لكن يبقى الأمر أن لفظة الإيمان إذا عرفها الشارع بهذه الأجزاء الثلاث: القول واعتقاد والعمل. لكن من يريد أن يعرف للمسلمين الإيمان كما هو حال المسلمين اليوم؟ الإيمان في القلب، أو الإيمان ما صدق به صاحبه بقلبه. هل هذا تعريف شرعي؟ المرجئة، نعم أحسنت، فعلا هم الذين يقولون ذلك. المرجئة هم الذين يقولون ماذا؟ يؤخرون العمل عن الإيمان، يؤخرون الأعمال. لكن المرجئة قديما، المرجئة قديما أفضل من هؤلاء اليوم، قياس شاسع وبون بينهما. أنا أذكر لكم أن الإمام على سبيل المثال، الإمام طلق بن حكيم هو من التابعين، هذا الرجل طلق بن حبيب هذا كان من كبار العلماء في زمانه، وكان فيه إرجاء، كان فيه إرجاء، لكن كان خرج مع القراء، خرج مع القراء، خرج لما خرجوا على الحجاج بن يوسف، فيهم الإمام الشعبي، وفيهم سعيد بن جبير، وفيهم الإمام الحسن البصري، وفيهم يعني كبار أئمة الدنيا من التابعين، خرج معهم طلق بن حبيب وكان يحمل السيف. إذن الإرجاء عندهم هو ماذا؟ كان مجرد الاعتقاد أن الإيمان، أن الإيمان ليس جزء من العمل، ليس جزء من الإيمان فقط، ولكن كانوا يعتقدون بالأعمال. ثم تطورت المرجئة وأصبحت لها يعني أصول وكذا، ممكن نخوض فيها إن شاء الله في بابها لما نتكلم على أهل السنة والجماعة، وسط بين الخوارج وبين المرجئة. في آخر المتن أنا ذكرت فيما يخص باب الإمامة والصحابة وهذه الأشياء، سنذكرها في بابها إن شاء الله. إذن هذا ماذا؟ هذا هو التأويل. التأويل المقصود به ماذا؟ المقصود
المقصود به قد يكون ماذا؟ تفسير. يفسر أو تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بإجماع. صحيح. لأن الصحابة إذا أجمعوا على شيء فهذا دليل على أن ماذا؟ أنه فهم النص، وفهمهم هذا لا يتعارض مع النص، لأن مستحيل أنهم يتواطؤوا على مخالفة النص، مستحيل هذا. يعني الصحابة كلهم يخالفوا النص، هذا مستحيل. ولذلك مثلا على قضية الخروج على الحكام، الصحابة يعني الصحابة الكبار كان عندهم خروج، ثم من بعدهم من؟ التابعون كلهم خرجوا، كبار العلماء خرجوا على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج بن يوسف. كيف أنت تقول مذهب الصحابة لا يجوز الخروج، ومذهب السلف لا يجوز الخروج، ونحن نجد أن الصحابة والسلف والتابعين وتابع التابعين وكلهم خرجوا؟ هذا قول يعني لا يقوله من قرأ الإسلام ويريد نصرة الإسلام. إذا كنت تريد نصرة حكومة فلك ذلك، لكن لا يجوز لك أن تستعمل الإسلام وتستعمل النصوص المقدسة الشرعية للمنافحة على الحكومات، لأن الحكومة قد تذهب والإسلام يبقى. أين عبد الملك بن مروان؟ أين الحجاج بن يوسف؟ أين ملوك؟ أين الأمراء؟ أين ذهبوا؟ لكن الكتاب والسنة بقي. فشتان بين من يعمل لبقاء الكتاب والسنة وإقامة الكتاب والسنة، وبين من يعمل لإقامة الحكومات والدول. ولذلك الحاكم يتغير، لكن الكتاب والسنة لا يتغير، لا يتغيران، ولا يجوز أبدا البتة مخالفة الكتاب والسنة، إلا إذا كان هذا الشخص هذا ربما يستعمل الدين مطية للظلام ونصرة الظلام والظالمين. طيب نرجع إلى التأويل. هذا تأويل ماذا محمود؟ التأويل المحمود هو أن تفسر النص بالنص. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء ماذا يقول؟ من الخبث والخبائث، صح؟ الصحابي كيف روى الحديث؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواية إذا دخل، معنى دخل فهو في مكان الخلاء. لكن أنا أقول مثلا، أقول لكم لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل دخوله للخلاء. هذا تأويل صح أو ليس بتأويل؟ تأويل. لما أنا أذكر لكم هذا، أنت ماذا تقول؟ تقول ما هو دليلك؟ صح؟ لأن التأويل يجب أن يكون بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو ما إلى ذلك. قل لا، لأن اسم الله لا يذكر في بيت الله. لأن ماذا؟ المقام لا يليق أن تذكر اسم الله عز وجل وأنت في الخلاء، وهكذا السلف كانوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل